السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أصدقاء قناة شهاب، أهلا وسهلا فيكم في برنامج شهاب ورابح المليون. نرحب بكم بأجمل ترحيب في الموسم الثاني لشهاب ورابح المليون. مشاهدينا الأحبة، نروح إحنا وياكم ونشوف كواليس واستعداد المتسابقين لحلقتنا لهذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي مرتضى فراس إبراهيم، مدرسة التسامح للبنين، وجيت أشارك ببرنامج شهاب وأربح المليون، إن شاء الله نفوز. باقر أحمد من مدرسة التسامح، اليوم جيت أشارك بمسابقة شهاب رابح المليون وإن شاء الله نحقق الفوز. إنه الطالب علي إبراهيم من مدرسة التسامح، اليوم جيت أشارك في برنامج شهاب وأربح المليون وإن شاء الله نحقق الفوز. اسمي إسراء رائد من مدرسة الشهيد رائد، حبيت أشارك ببرنامج شهاب ومن يربح المليون وإن شاء الله نحقق الفوز. اسمي مريم عادل من مدرسة الشهيد رائد، حبيت أشارك ببرنامج شهاب ورابح المليون إن شاء الله نفوز. اسمي حنين كاظم من مدرسة الشهيد رائد، حبيت أشارك ببرنامج شهاب ورابح المليون إن شاء الله نحقق الفوز. رجعنا وياكم من جديد، وبعد ما شاهدنا احنا وياكم استعدادهم للمسابقه، خلونا نتعرف عليهم. اسمك ماما ومدرستك؟ علي ابراهيم من مدرسه التسامح للبنين. اهلا وسهلا. باقر احمد عبد علي من مدرسه التسامح للبنين. اهلا وسهلا بكم. فراس ابراهيم مدرسه التسامح للبنين. اهلا وسهلا بكم، مدرستكم مدرسه التسامح. تعرف عليكم ماما. اسراء رائد من مدرسه الشهيد رائد. مريم عادل من مدرسة الشهيد رائد. الأصوات شوية عالية، مو هيك ناس. مريم عادل من مدرسة الشهيد رائد. حنين كاظم من مدرسة الشهيد رائد. أهلا وسهلا بكم، مدرستكم مدرسة الشهيد رائد. إذا مشاهدينا الأحبة، بعد ما تعرفنا على المتسابقين من المدرستين، خلونا نروح نسمع قوانين وشروط المسابقة. 15 سؤال إلى المليون، ثلاث محطات، لكل محطة خمسة أسئلة. المرحلة الأولى 150 ألف دينار، المرحلة الثانية 350 ألف دينار، المرحلة الثالثة 500 ألف دينار. تصبح بحساب الفريق عند الإجابة على جميع الأسئلة بشكل متتالي. ثبت السؤال الأخير عند عدم الإجابة بشكل متتالي. والمحطات الثلاث تتضمن وسيلتين للمساعدة، حذف إجابة وتغيير السؤال، بالإضافة إلى سؤالين للسرعة، الأول تحديد الفريق البادئ، الثاني في حالة التعادل. وأكيد أنا أيضاً شرحت لهم القوانين قبل ما يسمعوها، وقلت لهم كل المعلومات، وهم بعضهم الأغلب شايفين الحلقات مال شهاب ورابح المليون في موسمه الأول والموسم اللي احنا به الموسم الثاني. هسه احنا وصلنا لسؤال السرعة اللي هو في بداية حلقتنا سؤال السرعة، والفريق اللي جاوب على سؤال السرعة هو الفريق اللي راح نبدأ وياه بالأسئلة بجميع المراحل. واضح؟ مستعدين؟ مستعدين. للأسفل. سؤال السرعة جدا بسيط بديهي، لكن السرعة هي اللي تتحكم بالسؤال. فإيدينا للأسفل، بنسمع السؤال ونعرف الإجابة، نضغط الزر ونجاوب. يلا. وسؤال السرعة يقول: على أي كوكب نعيش؟ كوكب الأرض. كوكب الأرض. كوكب الأرض. إذا الإجابة كانت من نصيب مدرسة الشهيد رائد. السؤال سهل بسيط، ليش ما جاوبت عليه؟ صبقوا لهم. يمكن من شدة سهولته ما عرفت تجاوب. احنا نريد تصفيق، أي إجابة صحيحة تصفيق من الفريقين، تمام؟ ما أريدكم بس مشتتين وقاعدين، مو نايمين احنا، احنا جايين نتسابق وناخذ معلومات، تكون حلقتنا حلوة بكم إن شاء الله. واضح؟ فهسه الأسئلة راح تكون البداية من عندكم. مستعدين؟ يلا. أريد صوت عالي، الإجابة اللي ما أسمعها أعتبرها غلط، تمام؟ تتفقون بيناتكم تنطوني إجابة نهائية.
السؤال الأول من المرحلة الأولى يقول: أين يوجد قصر الخيبر؟ هل يوجد في نينوى أم كربلاء؟ كربلاء. كربلاء. ما عندكم وقت هواي. يلا. كربلاء. في كربلاء متأكدين؟ شو خايفين؟ كربلاء. خوفكم؟ ما عرفت خوف. عرفتكم متأكدين من إجابتكم؟ زين؟ ومصرين عليها. ما عليكم بي إذا غلطكم. واضح؟ كربلاء هي الإجابة الصحيحة. السؤال عندكم. مستعدين؟ مستعدين. نايمين لو قاعدين؟ لا قاعدين. ننتظر شوية تقعدون. يلا. السؤال الأول من المرحلة الأولى يقول: ما اسم المعركة التي استشهد فيها عم النبي الحمزة بن عبد المطلب؟ هل هي أحد أم أحد؟ معركة أحد. متأكدين؟ متأكدين. إجابتكم صحيحة. إحنا مو السؤال الأول، بدينا نخاف. لا لا. بعد ورقكم شو طويل. يلا. سؤالكم الثاني من المرحلة الثانية جغرافيا من المرحلة الأولى. مستعدين؟ مستعدين. والسؤال يقول: ما اسم عاصمة الأردن؟ عمان أم المنامة؟ عمان. 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 لا المنامة. عمان. المنامة. متأكدة؟ عندكم وقت بعد 14 ثانية للإجابة الصحيحة. أعيد لكم السؤال: ما اسم عاصمة الأردن؟ هل هي عمان أم المنامة؟ منامة. المنامة. أنا حسيتكم أنتوا اثنين من عندكم متفقين على إجابة وواحدة من عندكم على إجابة أخرى، فاختاريتوا الإجابة الواحدة مو؟ أريد بصوت عالي تنطيني الإجابة. المنامة. المنامة. بس أنتوا كان عندكم خيار تقولون العمان؟ ليش ما قلتوا عمان؟ للأسف إجابتكم مو صحيحة. عمان هي الإجابة الصحيحة. إذا عندكم معلومة أبقوا مصرين عليها، تمام؟ لا تغيرون. سؤال عندكم. سؤالكم جغرافي، شلونكم بالجغرافيا؟ زين. يلا خلينا نشوف. والسؤال يقول: ما هو أكبر المحيطات على الكرة الأرضية؟ هل هو المحيط الأطلسي أم المحيط الهادئ؟ المحيط الأطلسي. المحيط أكبر المحيطات على الكرة الأرضية. المحيط الأطلسي أم المحيط الهادئ؟ المحيط الأطلسي. للأسف إجابتكم مو صحيحة. الإجابة الصحيحة هي المحيط الهادي، هو أكبر مسطح مائي في العالم. هاي المعلومات حتى إذا ما عرفتوا تجاوبون فهي معلومات لكم. أنا أعتقد تبقى ببالكم بعد ما تنسوا. سؤال علوم، شلونكم بالعلوم؟ زينين. والسؤال يقول: كم عمر الطفل عندما يبدأ بالتسنين؟ من عمر 6 أشهر إلى سنة أم من سنة إلى سنتين؟ أعيد لكم السؤال، شنو رأيكم؟ كم عمر الطفل عندما يبدأ بالتسنين؟ يعني شو وقت تطلع عند سنون؟ سنة إلى سنتين. من عمر 6 أشهر إلى سنة أم من عمر سنة إلى سنتين؟ لا جاوب. من سنة إلى سنتين. السؤال سهل. ما عندكم طفل صغير؟ ما تشوفونه من هالستوى يقعد تطلع عنده سنون صغار اثنين؟ للأسف إجابتكم مو صحيحة. من عمر 6 أشهر إلى سنة يبدأ
بالتسنين الطفل. سؤال علوم. سؤال ايضا علوم. والسؤال يقول ظهرنا للخلف، ما اسم مخترع السياره؟ هل هو نيكولاس كونيو ام الاخوان اورفيل وويلبر؟ الاخوان. أعيدكم السؤال، ما اسم مخترع السيارة؟ هل هو نيكولاس كونيو أم الأخوان أورفيل وويلبر؟ نيكولاس. نيكولاس. أنتوا ما عندكم معلومة بس اختاريتوا نيكولاس كونيو، هو بالفعل مخترع السيارة. سؤال عشكم، سؤالكم دين، شلونكم بالدين؟ زيني. يلا ان شاء الله زينين، بس صوتك ماما كلش ناصي، حاولي بالاجابه تعلين صوتك ما دا سمعشاني. يلا والسؤال يقول، ما معنى كلمه القسط التي جاء ذكرها في سوره الرحمن؟ هل هو العدل، العدل ام الوزن؟ أعتقد الوزن. الوقت لا راح ينتهي. يلا يلا الوزن. العدل. هذا سؤال له إجابة، أنا أريد إجابة نهائية. اتفقوا بينكم وطوني إجابة نهائية. أعيد السؤال. العدل. ما معنى كلمة القسط التي جاء ذكرها في سورة الرحمن؟ هل الإجابة العدل أم الوزن؟ العدل. العدل مو الوزن؟ ليش تضحكون؟ خايفين؟ العدل هي الإجابة الصحيحة. سؤال حندين أيضا، والسؤال يقول، ما معنى اسم الله الصمد الذي جاء ذكره في سورة الإخلاص؟ السيد الذي تطيعه الخلائق أم الذي يقبض الأرواح؟ يقبض الأرواح. أعيد السؤال، ما معنى اسم الله الصمد؟ ماما بدون كلام حتى زملائكم أيضا يرزون بسؤالهم. ما معنى اسم الله الصمد الذي جاء ذكره في سورة الإخلاص؟ السيد الذي تطيعه الخلائق أم الذي يقبض الأرواح؟ السيد الذي تطيعه الخلائق. السيد الذي تطيعه الخلائق هي الإجابة الصحيحة. وصلنا للسؤال الخامس والأخير من هذه المرحلة، من المرحلة الأولى، لأن عندكم إخفاقات بهذه المرحلة، مو كل إجاباتكم صحيحة، فهذا السؤال راح يحدد راح تأخذون المبلغ المخصص لهذا السؤال أم تنتقلون رصيدكم صفر. واضح؟ والسؤال يقول، ما إعراب كلمة النفط في جملة يستخرج النفط من الأرض؟ هل هو نائب فاعل أم مبتدأ مؤخر؟ نائب فاعل. دوسة خلت عيد السؤال. عيد السؤال، ما إعراب كلمة النفط في جملة يستخرج النفط من الأرض؟ هل هو نائب فاعل أم مبتدأ مؤخر؟ فاعل. إلا نائب فاعل. نائب فاعل. اتفقتوا على الإجابة؟ ما متفقين. ليش ما اتفقتوا؟ اشرحوا لي ليش ما اتفقتوا؟ أنتي أحسن. اتفقتوا؟ اتفقتوا. نائب فاعل شو تقولون أنتوا؟ لو خلص سؤالكم. نقول مبتدأ مؤخر.
واخر زين السؤال مو لكم اجابتهم صحيحه صدقوا النف هو نائب فاعل زين السؤال الخامس لكم عندكم اخفاقه كانت وحده بهذه المرحله فيعني هذا السؤال راح يحدد راح تاخذون رصيد من هاي المرحله لو تنتقلون رصيدكم صفر الى المرحله الثانيه ان شاء الله رصيدكم مو صفر ان شاء الله والسؤال يقول سؤال ما هو النرجس هل هو بيت الفراشه ام نوع من الازهار نوع من الازهار النرجس نوع من الازهار ما يصير بس الفراشة؟ أبد؟ ما بالمجال؟ لا طب قلنا مشاهدينا الأحب بعد ما انتهينا من المرحلة الأولى نروح إلى فاصل وبعدها نرجع وياكم نكمل المرحلة الثانية ورجعنا وياكم من جديد والمرحلة الثانية بين مدرسة التسامح ومدرسة الشهيد رائد هذه المرحلة تقدرون تستخدمون بها وسائل المساعدة اللي هم اثنين حذف إجابة وتغيير السؤال واضح؟ والسؤال حيبدي من مدرسة الشهيد رائد مستعدين؟ خايفين بعدكم؟ لا والسؤال يقول ما اسم أول امرأة دخلت الإسلام هل هي السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام السيدة خديجة بنت خويلد أم السيدة حليمة السعدية فاطمة الزهراء خديجة بنت خويلد أريد صوت عالي خديجة بنت خويلد خديجة بنت خويلد زوجة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وعلى آله أفضل الصلاة والسلام والإجابة الصحيحة سؤالكم الأول من المرحلة الثانية جاهزين؟ جاهزين نسأل ظهرنا للخلف أي. والسؤال يقول في أي مدينة ولد الإمام الحسين عليه السلام؟ هل ولد في المدينة المنورة أم مكة أم الكوفة؟ أعطيكم وقت بعد المدينة المنورة المدينة المنورة متأكدين من الإجابة؟ متأكدين وأنتوا شو تقولون؟ إجابتهم صح ولا لا؟ صح صوت عالي إي صح صحيح إجابتهم؟ يلا صبقوا لهم سؤالكم جغرافيا والسؤال يقول على أي نهر تقع بحيرة الثرثار نهر دجلة نهر الغراف أم نهر الفرات نهر الفرات نهر الفرات خلنا نسأل التسامح التسامح شو تقولون؟ صحيح نهر الفرات صحيح نهر الفرات صح قولهم التسامح السامحة وياكم وقالوا لكم الإجابة الصحيحة يلا السؤال عندكم مستعدين؟ مستعدين والسؤال يقول أين توجد صحراء سيناء؟ هل توجد في قارة آسيا أم قارة أفريقيا أم منطقة فاصلة بينهما؟ منطقة فاصلة بينهما بين قارة آسيا وبين قارة أفريقيا إجابتكم صحيحة السؤال عندكم ماما علوم شلون درجاتكم بالعلوم؟ زينة جيد يعني قد ما أخذها بالعلوم؟ ثاني؟ إيه؟ 78 وأنتي؟ 93
مية. يلا هسه نشوف ام المية راح تجاوب على سؤال العلوم، انتوا حتشتركون بالاجابه كلكم، ان شاء الله تطلعون باجابه صحيحه. والسؤال يقول: اين يوجد عظم الكاحل؟ هل يوجد في الساق ام الراس ام الكتف؟ الساق. 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 جاوبوا بسرعه بعد 20 ثانيه للاجابه الصحيحه. الساق. 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 يعني مو بالكتف؟ لا. ولا بالراس؟ لا. متأكدين؟ متأكدين. يلا سؤال عندكم ماما، وسؤال علوم نسأل لو ننتظر؟ لا سأل. شو خلنا ننتظر شوي. يلا والسؤال يقول: كيف تتكاثر التماسيح؟ هل تتكاثر بالبيض، بالولادة، أم الانشطار؟ التماسيح. عندكم وسائل مساعدة لا تنسوها. عندكم وسائل مساعدة لا تنسوها. يعني التماسيح تتكاثر بالولادة. المهم تتعلمون من الغلط، مو المهم تجاوبون صحيح حتى تبقى المعلومة عندكم. للأسف إجابتكم مو صحيحة، تتكاثر بالبيض. انتوا شايفين تمساح يعني يتكاثر بالولادة؟ التمساح يتكاثر بالبيض. واضحة معلومة للفريقين. السؤال عندكم، والسؤال دين، والسؤال يقول: في أي سورة جاءت آية إن مع العسر يسرا؟ هل جاءت في سورة النبأ، سورة الرعد، أم سورة الانشراح؟ سورة النبأ. سورة النبأ. بيسي حلت عيدي. عيد السؤال: في أي سورة جاءت آية إن مع العسر يسرا؟ هل جاءت في سورة النبأ، سورة الرعد، أم سورة الانشراح؟ النبأ. عندكم وسائل مساعدة لا تنسوها. حذف إجابة وتغيير السؤال. حاولت أخليكم تستخدمون وسيلة مساعدة. النبأ. أنا أعتبر هذا سؤال أو إجابة. النبأ. هاي إجابة نهائية ما أقدر أغيرها. النبأ. النبأ. للأسف إجابتكم مو صحيحة، إن مع العسر يسرا جاء ذكرها في سورة الانشراح. تعرفوها؟ يلا سؤالكم دين، والسؤال يقول: ما معنى كلمة المزمل التي جاء ذكرها في القرآن الكريم بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا؟ هل تعني القائد في الحرب، المغطى بثيابه، أم المتصدق على الفقراء؟ تغيير السؤال. تغيير السؤال. لو كان هذا السؤال راح تجاوبوه شنو؟ هو ما محسوب لكم، حتى إذا جاوبتوا بصورة صحيحة ما محسوب. هذه الخيارات. أعيد السؤال. الخيارات: القائد في الحرب، أم المغطى بثيابه، أم المتصدق على الفقراء؟ القائد في الحرب. لا، هم زي ما جاوبتوا، المغطى بثيابه هي الإجابة الصحيحة. واضحة؟ نغير لكم السؤال، والسؤال في وسيلة المساعدة يقول: من مشتقات النفط الكربون، أم الديزل، أم الخرنوب؟ أعيد السؤال: من مشتقات النفط الكربون، الديزل، الخرنوب؟ أنا سمعت إجابة من عندكم بالبداية وغيرتوها بيناتكم؟ لا هي بالجاب. بس أنتوا جاوبتوا، ما أقدر أغير لكم الإجابة، استخدمتوا وسيلة مساعدة، بس للأسف إجابتكم مو صحيحة، مو صحيحة. الديزل هي الإجابة الصحيحة.
ما معقولة ما تعرفون مشتقات النفط. الديزل، الديزل من مشتقات النفط. سؤال عندكم، السؤال الخامس والأخير بهذه المرحلة، نرجع لنفس النقطة. هذا السؤال راح يحدد، راح تأخذون مبلغ من هاي المرحلة، لو تنتقلون للمرحلة الثالثة رصيدكم صفر. واضح؟ لأن عندكم إخفاقة في الأسئلة اللي قبل هذا السؤال. واضح؟ يلا. والسؤال يقول: ما جمع كلمة حليف؟ هل جمعها حلفاء، حالفون، أم أحلفة؟ أعيده. ما جمع كلمة حليف؟ هل جمعها حلفاء، حالفون، أحلفة؟ أحلفة. جمع كلمة حليف. عندكم وسائل مساعدة، ليش ما قاعد تستخدموها؟ جاوبتوا بعد ما اقدر اغير لكم السؤال. المفروض هذا القرار تاخذونه قبل ما تجاوبون، لا تغير السؤال بعد ولا اعيد لكم السؤال. جاوبتوا. للاسف اجابتكم مو صحيحه. حلفاء جمع كلمه حليف. حلفاء جمع كلمه حليف. واضحه؟ للأسف إجابتكم مو صحيحة. السؤال الخامس لكم، السؤال الخامس والأخير من المرحلة الثانية. صارت عندكم إخفاقة بهذه المرحلة، فهذا السؤال راح يحدد تأخذون مبلغ أم تنتقلون رصيدكم صفر من هذه المرحلة. ما أحكي عن المرحلة الأولى. والسؤال يقول: ما معنى كلمة الولوج؟ هل تعني السقوط، الدخول، الالتفاف؟ الولوج. اضغط الزر ماما. اعيد لكم السؤال: ما معنى كلمة الولوج؟ الولوج هل تعني السقوط، أم الدخول، أم الالتفاف؟ للأسف إجابتكم مو صحيحة. الولوج معناها الدخول. الولوج معناها الدخول. واضحة؟ أنا يمكن ضجت أكثر من عندكم ما جاوبتوا اثنيناتكم السؤال الخامس من المرحلة الثانية. إذا مشاهدينا الأحبة نروح إلى فاصل وبعدها نرجع نكمل وياكم المرحلة الثالثة والأخيرة بين مدرسة التسامح ومدرسة الشهيد رائد. رجعنا وياكم من جديد أصدقائي أصدقاء قناة شهاب في برنامج شهاب ورابح المليون في موسمه الثاني والمرحلة الثالثة والأخيرة بين المتسابقين، وأكيد البداية تكون من مدرسة الشهيد رائد. مستعدين ماما؟ مستعدين. صوت عالي. مستعدين. يلا. والسؤال الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة يقول: ما هو الاسم الآخر لمعركة الخندق؟ هل هو معركة نهاوند، معركة بلاط الشهداء، أم معركة الأحزاب؟ تغير السؤال. يعني جاوبوني أول مرة وأول وتالي رح أغير لكم عن السؤال، حتى إذا كانت إجابتكم صحيحة فما رح تحسن لكم. أعيد السؤال. ما هو الاسم الآخر لمعركة الخندق؟ هل هو معركة نهاوند،
معركة بلاط الشهداء أم معركة الأحزاب؟ الأحزاب. أنتوا شو تقولون؟ هذا السؤال مو فهمته. شنو الاسم الآخر لمعركة الخندق؟ نهاوند أم بلاط الشهداء أم الأحزاب؟ بلاط الشهداء. إجابتكم صحيحة. الأحزاب هو الاسم الآخر لمعركة الخندق، لكن أنتم طلبتوا تغيير السؤال، فهذه الإجابة ما محسوبة لكم. سؤالكم في وسيلة المساعدة يقول: ما هو اسم مركز محافظة القادسية؟ هل هو السماوة، الموصل، الديوانية؟ السماوة. غيرتوا الخريطة؟ جاوبتوا بعد، للأسف إجابتكم مو صحيحة. الديوانية هي الإجابة الصحيحة. لا تضوجون، تبقى هاي معلومات تستفادون من عندها حتى إذا ما جاوبتوا عليها، تمام؟ الفريقين لا تضوجون إذا أخطأتوا، هي هاي معلومات تكتسبوها إن شاء الله تبقى وياكم لحد ما تكبرون وتزيدوها. السؤال لكم، مستعدين؟ مستعدين. سؤالكم الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة: ما هي المادة التي كانت تصنع منها الألواح الخاصة بالكتابة المسمارية في عهد العراقيين القدماء؟ هل كانت تصنع من النحاس، الصلصال، أم الحجر؟ الصلصال. الصلصال هي الإجابة الصحيحة. سؤال جغرافيا، والسؤال يقول: أين يقع وادي الحديد؟ هل يقع في الأردن أم العراق أم سوريا؟ وادي الحديد. مريم دوسي، خليت أجل خيارات. دوسي. خيارات. أين يقع وادي الحديد؟ هل يقع في الأردن أم العراق أم سوريا؟ سوريا. عندكم بعد وسيلة مساعدة. للأسف إجابتكم مو صحيحة. المفروض تعرفوها المعلومة، ما أعرف إذا المفروض تعرفوها أو لا، لأن هي يجوز ما موجودة عندكم بالمنهاج، بس هي تبقى في حال ما موجودة بالمنهاج فهي معلومات عامة بالعراق وتحديدا في محافظة سديالة. وادي الحديد بالعراق محافظة سديالة. السؤال عندكم جغرافيا أيضا، والسؤال يقول: أين توجد مدينة أصفهان؟ هل توجد في إيران، تركيا، أم كازاخستان؟ إيران. إيران. أصفهان. إيران. مو كازاخستان؟ إيران. إيران. تأكدي؟ إيران. وأنتوا شو تقولون؟ صح. صحيح؟ صبقوكم لا. هسه السؤال لكم اثنينكم، شلونكم بالرياضيات؟ زين. تحسبون سريع؟ تقسمون سريع؟ زينين؟ يلا. سؤالكم رياضيات، والسؤال يقول: ركزوا. ما هو حاصل جمع 743 زائد 55؟ هل هو 773، 798، أم 788؟ عيد السؤال. ما هو حاصل جمع 743 زائد 55؟ هل هو
773 798 أم 788؟ لحقتوا تحسبون؟ شنو؟ 788. 88؟ للأسف مو صحيحة، 798 هي الإجابة الصحيحة. سؤال عندكم رياضيات، شلونكم بالقسمة؟ يلا سؤالكم يقول: ما هو حاصل قسمة 99 تقسيم 3؟ هل هو 22 42 33؟ اثنين واربعين. حاصل قسمة 99 تقسيم 3. 33. نسيت 33. ما اقدر اغير الاجابة. اختاريته 42. ليش استعجلتوا؟ كان عندكم 12 ثانية بعد للاجابة الصحيحة. وعندكم وسيلة مساعدة. ما اقدر اغير الاجابة، اذا اغير لكم اجابة الفريق الاخر يعترض. تمام؟ فللاسف كان خياركم 42 خاطئ، الاجابة الصحيحة هي 33. سؤال الرابع دين من المرحلة الثالثة والأخيرة، والسؤال يقول: من هو النبي الذي كان ملكا؟ هل هو نبي الله يوسف عليه السلام، أم نبي الله زكريا عليه السلام، أم نبي الله سليمان عليه السلام؟ آخر شيء، آخر شيء، آخر جواب، آخر جواب. قلت عيد السؤال، عيد السؤال، عيد السؤال، مريم عيد السؤال. نبي الله يوسف. تدرون ما أقدر أغير الإجابة. حالكم حال الفريق الآخر. نبي الله يوسف كان عزيز مصر، مؤتمن على خزائن مصر، لكن ما كان ملك، أبدا ما كان ملك على مصر، لكن نبي الله سليمان هو كان ملكا. إجابتكم مو صحيحة للأسف. السؤال عندكم، سؤالكم دين. قال تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم. ما معنى كلمة اليم؟ هل هي الليل، التراب، أم البحر؟ الليل. ليش ما استخدمت وسيلة مساعدة؟ بعدكم بس سؤال واحد اللي هو السؤال الخامس من المرحلة الثالثة والأخيرة، ليش ما استخدمتوا وسيلة مساعدة؟ للأسف إجابتكم مو صحيحة، البحر هي الإجابة الصحيحة. بقى عندكم السؤال الخامس والأخير للفريقين، مستعدين؟ أسمع صوتكم. مستعدين. مستعدين؟ السؤال الخامس أيضا أذكركم راح يحدد، راح تاخذون المبلغ المخصص لهذا السؤال لو احنا بعد ما عندنا انتقالة حتى تنتقلون رصيدكم صفر، وراح نعلن الرابح بشهاب ورابح المليون. هسه السؤال عندكم الخامس والأخير، عندكم وسيلة مساعدة اللي هي حذف الإجابة فقط، وانتم أيضا عندكم وسيلة مساعدة اللي هي حذف الإجابة فقط. والسؤال يقول: ما هو الشادن؟ هل هو صغير السلحفات، ابن النمر، أم ابن الغزال؟ ثواني ثواني بس مريم خلت عيد السؤال للجواب. عيد السؤال، عيد السؤال.
أعيد السؤال، ما هو الشادن؟ هل هو صغير السلحفاة أم ابن النمر أم ابن الغزال؟ نحذف إجابة؟ لو ما تردون تستخدم وسيلة المساعدة استخدم هي هذه صوت عالي نحذف شنو؟ نحذف نحذف؟ نحذف نحذف صغير السلحفاة يبقى عندكم ابن النمر وابن الغزال ابن الغزال الوقت انتهى اريد اجابه نهائيه ابن الغزال ابن الغزال استخدموا وسيله المساعده ليش هيك اجاباتكم اليوم صحيحة جاوبتكم صحيحة السؤال عندكم والسؤال الخامس والأخير من المرحلة الثالثة مستعدين؟ مستعدين؟ والسؤال يقول ما هو الفخار؟ هل هو الطين المبلل أم الطين المحروق أم الطين اليابس؟ نحذف إجابة نحذف إجابة نحذف الطين المبلل تبقى عندكم الطين المحروق والطين اليابس أعيد السؤال أعيد السؤال ما هو الفخار؟ هل هو الطين المحروق أم الطين اليابس؟ لأن بقى عندكم خيارين اليابس شو تقولون؟ صحيح؟ مو صحيح للأسف إجابتكم مو صحيحة الطين المحروق هي الإجابة الصحيحة إذن مشاهدينا الأحبة انتهينا من المراحل الثلاثة نروح إلى فاصل وبعدها نرجع نعلن وياكم الرابح بالشهاب ورابح المليون إذن مشاهدينا الأحبة وصلنا إلى وقت الإعلان عن الرابح بالشهاب ورابح المليون تقدر ماموت هنا تفضل يمي وأيضا أنتي بين مدرستين مدرسة التسامح ومدرسة الشهيد رائد يا ترى منو من بين المدرستين هو الرابح اليوم تقرب هنا أيضا الرابح بالشهاب ورابح المليون شو تقولون؟ صوت شو تأشرون؟ أحكي وياكم بالإشاراني هم خلونا ندخل شهاب حتى نعرف منو الرابح بالشهاب ورابح المليون إذن يتفضل شهاب تفضل شهاب يلا حيوا شهاب بتصفيق عالي أهلا وسهلا بيك شهاب شهاب منو الرابح منو ما نعرف يلا يلا الرابح بالشهاب ورابح المليون هي مدرسة الشهيد رائد ألف مبروك طب قولهم ألف مبروك ماما ألف مبروك هذه هديتكم من قناة شهاب وأيضا أنتوا مدرسة التسامح كنتوا جيدين الحمد لله وهذه هدية الترضية من قناة شهاب وما ننسى الدروع المخصصة لكم هذا الدرع مخصص لمدرسة الشهيد رائد ألف مبروك راح تقدرين تشيليه ثقيل وأيضا هذا الدرع مخصص من قناة شهاب إلى مدرسة التسامح ألف مبروك وشكرا جزيلا لكم وإن شاء الله تعوضون بمسابقة جديدة ويانا وإذا تحبون بنفس البرنامج بالشهاب ورابح المليون
تربحون إن شاء الله المليون. إذن مشاهدينا الأحبة وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في حلقة جديدة ومتسابقين جدد. في أمان الله، ألف مبروك.